نتابع مشاهدينا هذه المشاهد التي تأتينا مباشرة من العاصمة اليمنية صنعاء لهذه المظاهرات الحاشدة في هذا اليوم الخامس بعد 100 من العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة. خرجت هذه المظاهرات الحاشدة في العاصمة اليمنية دعما للشعب الفلسطيني وتنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في القطاع. أيها الأحرار والخيارى، كما رفعت هذه المظاهرات شعارات مؤيدة لما يقوم به الحوثيون من اعتراض لسفن إسرائيلية أو متجهة إلى إسرائيل عبر البحر الأحمر. إذن وكما نتابع مشاهدينا الآن يتم ترديد النشيد الوطني اليمني خلال هذه المظاهرة الحاشدة، وكما يبدو في الصورة ربما عشرات الآلاف ويمكن أن يكون مئات الآلاف من المشاركين في هذه المظاهرة رافعين الأعلام اليمنية والفلسطينية دعما للشعب الفلسطيني وتنديدا بالجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق المدنيين في قطاع غزة، وأيضا إظهارا للدعم لما يقوم به الحوثيون من اعتراض للمصالح الإسرائيلية والأمريكية في البحر الأحمر.